بغض النظر عن فكره التاهل انت مباراه محتاج تلعب فيها كره قدم بجد مش عايز اتكلم على امور تانية خارج الملعب بس احنا بجد عايزين نعمل مباراه على مستوى عالي جدا فكره انك تلقن المنافس درس في الكوره ده مهم جدا وده حق مشروع بالمناسبه يعني انت فريق خسرت منه واحد سفر والاجواء اللي حصلت والمصاحبه للمباراه محتاج تثبت له انا هو طبعا التاريخ بيثبت كتير بس انت في لحظه من اللحظات لما البعض بيتناسى او بيحب يفتكر كده في لحظه انه هو ممكن كسب بطل افريقيا فبقى اعلى من بطل افريقيا لا هو جاي لك بقى 11 ل 11 11 راجل ل 11 راجل في الملعب فانت محتاج تعمل عليه مباراه كبيره يبقى درس في فنون الكوره لبطل افريقيا ونادي القرن الافريقي على ملعب استاد القاهره امام المنافس فريق الهلال باذن الله في الجوله السادسه ده مهم جدا لان في نقاط انت محتاج تدافع عن كبريائك سيبكم من فكره التاهل والوصول انت اخر سبع ست سنين توصلت فاينل خمس ست مرات فمش مباراه كوره هي اللي هتخليك تدافع عن كبريائك كبريائك ولكن في فرق كده محتاج تثبت لها لا انا اقدر اكسبك واكسبك بسكور واقدر اعمل عليك جيم كبير قوي ده المطلوب في المباراه اللي جايه والمباراه دي تحديدا مباراه لعيبه على فكره قبل ما تكون مباراه جهاز فني دي مباراه لعيبه لازم تدافع عن نفسها وتثبت ان هي جديره بان تكون في الدور ربع النهائي وتوصل كمان لمسافه ابعد من كده في دوري ابطال افريقيا، على فكره الامور دي مشروعه في الكوره ودي تحديات احنا بنتكلم عليها عشان يعني نشحن اللعيبه ونجهزها ونحضرها لمباراه الهلال السوداني في الجوله السادسة الجمهور مش عليه الا حاجه واحده بس يتواجد في الاستاد يشجع بحماس وما يديش فرصه ولا مساحه لاي حد يمسك عليه غلطه. المباراه دي تحديدا الجمهور يروح الملعب يشجع ويساند ويؤازر 90 دقيقه تشجيع مثالي مش عايزين غير التشجيع المثالي المسانده والمؤازره وعايزين نسمع كده زئير الجماهير في استاد القاهره الدولي في مباراه الهلال السوداني كان معروف دايما ان استاد القاهره استاد الرعب لكل المنافسين وزي ما قلت امبارح على فكره وانا في اطار تحليلي لمباراه الاهلي والقطن الكاميروني قلت فوز الاهلي بربعيه صدر ضغط كبير على الهلال السوداني الناس هتقول لي ما الهلال محتاج يكسب ويتاهل لا ما هي الرباعيه دي وصلت احساس للجهاز الفني بقياده فلوران بينجي المدير الفني للهلال انه لو جه القاهره لو خسر واحد صفر وخرج فالأهل مش محتاج يكسب اتنين صفر او فريق هدفين فهيجي القاهره هيلعب على جزئيتين ما يدخلش مرمى هدف ويخطف هدف فبالتالي العمليه حسابيا بالنسبه له فيها اكتر من فكره عايز يخطف هدف عشان يصعب الماتش وفي نفس الوقت مش عايز يدخل مرمى هدف انت بقى نازل ما عندكش غير حاجه واحده بس تكسب تكسب واحد صفر بس احنا نتمنى يكون في سكور ويكون في اداء فني في المباراه تحديدا على امل بقى تصحيح الاوضاع ان شاء الله في الدور ربع النهائي